مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من وراء الحدث، نخصصه اليوم لتداعية التوظيف السياسي لملف المهاجرين القاصرين في العلاقات بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي. يسعدنا كثيرا أن يكون معنا الدكتور عبد العالي بروكي، وهو أستاذ جامعي متخصص في العلاقات المغربية الإسبانية. كما نسعد باستضافة الدكتور رشيد الأزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. ونسعد باستضافة الأستاذ محمد الزعتراوي، وهو خبير في هجرة القاصرين ومستشار بمراكز رعاية الشباب بلجيكا. أهلا وسهلا بكم ضيوفا كراما. قبل أن نبدأ الحوار، نتابع مشروع الملتمس الذي تم تقديمه للبرلمان الأوروبي بخصوص المغرب من خلال قراءة موضوعية لما ورد فيه، تتضح جليا المحاولات الفاشلة لبعض النواب الإسبان في إقحام الاتحاد الأوروبي في أزمة سياسية ثنائية خالصة بين الرباط ومدريد. التقرير لإيمان الهلال. مشروع القرار زعم الاستناد على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بغرض توظيفها واعتمادها كحجة لإدانة المغرب، وتناسى معدوه أن تفسير الاتفاقيات الدولية وترتيب الجزاءات المتعلقة بعدم الالتزام بها مهمة موكولة لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وليست بأي حال من الأحوال مهمة البرلمان الأوروبي. وكان واضحاً أن معدي مشروع القرار يحاولون الضغط على المملكة المغربية من أجل القبول ببعض الشروط الأوروبية في مجال الهجرة والتي ترفضها الرباط، من بينها توقيع اتفاقية إعادة القبول حتى يتم بموجبها إرجاع كل المهاجرين غير النظاميين الذين مروا من تراب المملكة إلى المغرب ووضعهم في مراكز للإيواء. هذا المطلب يصب في مصلحة مدريد التي تحتل وفق منظمة الهجرة الدولية أعلى نسبة في الإعادة القسرية للمهاجرين غير النظاميين داخل التراب الأوروبي، وهو ما تغاضى عليه بشكل مفضوح مشروع القرار المذكور، كما تغاضى عن عدد من الخروقات الحقوقية التي ارتكبها الجيش والسلطات الإسبانية، ما يكشف الانتقائية التي طبعت مضامين مشروع القرار المقدم للبرلمان الأوروبي. انتقائية تتجلى في عدم الإشارة ولو بشكل عابر للاعتداءات التي اقترفتها قوات إنفاذ القانون الإسبانية في حق المهاجرين غير النظاميين باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان، وثقتها كاميرات وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية. هذا بالإضافة إلى اتخاذ مدريد لقرار الإعادة القسرية للمهاجرين غير النظاميين في مجموعات ومن بينهم قُصر، وهو ما يعد خرقاً إسبانياً واضحاً لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل وللقانون الدولي في مجال الهجرة. وما يفضح أيضاً النوايا السياسوية لمعدي مشروع القرار هذا إقحام غير مفهوم ولا علاقة له بموضوع المشروع نفسه لقضية الصحراء المغربية، فضلاً عن الانحياز المفضوح لأطروحة مدريد بخصوص الأزمة الأخيرة مع الرباط بسبب استضافتها للمدعو إبراهيم غالي ودخوله للأراضي الإسبانية بجواز سفر مزور وهوية مزورة، وهو ما لم تستطع مدريد تبريره إلى حدود اللحظة. أبدأ معكم دكتور عبد العالي بروكي، مساء الخير، أهلا بك معنا. نتحدث أولا عن مشروع الملتمس، ماذا تريد إسبانيا منه بالضبط؟ نعم، إذا نظرنا إلى الفريق الذي تقدم بالملتمس فهو الفريق أو فريق الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، وبالتالي فمن الواضح أن من كان وراء هذا الملتمس بطبيعة الحال هو الحزب الاشتراكي الذي يحكم الحكومة أو يترأس الحكومة في إسبانيا، وبالتالي فالناطقة باسم هذا الفريق قالت في البرلمان بأن هذا الملتمس هو من أجل وضع الموضوع لدى الاتحاد الأوروبي، وهناك مفاوضات اليوم بين الفرق البرلمانية لإقناعهم بخصوص هذا الملف أو هذا الملتمس، وبالتالي فمن الواضح عفواً أن أريد وراء هذا الملتمس هي إذا نعم. تفضلت أستاذ بروكي أن تضعنا في صورة إقناعهم بماذا؟
بأن مسألة الهجرة، أن المغرب وظف مسألة الهجرة ووظف مسألة القاصرين الذين هاجروا أو دخلوا إلى سبتة المحتلة، أن المغرب وظف هؤلاء القاصرين للضغط على إسبانيا، وبالتالي فهو بالنسبة لهم قد ارتكب خطأ حسب زعمهم، ويريدون إقحام الاتحاد الأوروبي أو كسب رأي الاتحاد الأوروبي أو اتفاق أو موافقة الاتحاد الأوروبي على هذا الملتمس. وبالتالي فمن الواضح أن هذه ليست سوى ردود فعل للأزمة أو لما اتجهت نحوه الأزمة بين المغرب وإسبانيا، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي كان قد أشار إلى أن مجموعة من الأشياء أو المشاكل التي وقعت بين المغرب وإسبانيا يجب أن تبقى ثنائية، وإلا يجب إقحام الاتحاد الأوروبي في هذه المسألة. والآن اللجوء إلى البرلمان الأوروبي ليس إلا خطوة لإثبات هذه الردود الفعل في من طرف السياسيين الإسبان المتواجدين في الاتحاد الأوروبي، وهم كثر بطبيعة الحال، وبالتالي فهم دائما يلعبون أدوار كانوا في الحقيقة كانت في فترة من الزمن أثناء مناقشة مجموعة من الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة حينما تكون إسبانيا هي المستفيدة الأكبر من هذه الاتفاقيات، فنجد أن البرلمانيين أو النواب الإسبان المتواجدين في الاتحاد الأوروبي يدافعون على هذه الاتفاقيات عندما تكون في صالحهم. أما الآن فهم يدافعون ويحاولون لفت الانتباه إلى موضوع آخر حتى لا يضطروا إلى الإجابة على الأسئلة المحورية التي يطرحها المغرب، ألا وهي المتعلقة بمسألة إبراهيم أو بمشكل إبراهيم غالي الذي دخل التراب الإسباني، خاصة وأن هناك أصوات من داخل إسبانيا، مثلا نجد منظمات مثل أيادي نظيفة مانوس ليمبياس التي تريد البحث في قضية تزوير إدخال بالبطوش إلى التراب الإسباني بهوية مزورة، وبالتالي أرادوا التنقيب أو البحث في هذا الأمر لتنقيب لإيجاد تفسيرات لهذه المسألة، خاصة وأن مسألة التزوير ثابتة بالنسبة لهؤلاء. طيب أمر إلى الدكتور رشيد الأزرق. أهلا بك دكتور معنا، مساء الخير. ليتك تجمل لنا أهم ما جاء في هذا مشروع الملتمس. مشروع الملتمس يحاول وفق فريق الاشتراكي في داخل البرلمان الأوروبي إدانة المغرب، على اعتبار بأنه خرق اتفاقية حقوق الطفل، والحال أن المغرب لا يجب أن يسقط في هذا الفخ، على اعتبار بأن ما وقع فضح. أرجوك أن تجمل لنا أهم النقاط. إذن مشروع الملتمس يهدف إلى إدانة المغرب بأنه فعل ماذا؟ أرجوك أن تعطينا أهم النقاط في مشروع الملتمس. خرق اتفاقية حقوق الطفل باعتباره دخول القاصرين إلى سبتة وإلى مدينة سبتة، والحال أن هذه مناورة سياسية، على اعتبار بأن الحكومة الإسبانية وجدت نفسها في لحظة ضعف وتحاول رمي الكرة للاتحاد الأوروبي والاستقواء بالاتحاد الأوروبي، على اعتبار ما وقع يشكل فضيحة للنظام السياسي الإسباني الذي كنا نعتبره نموذج في الانتقال الديمقراطي، ودخول مجرم كان يفرض تفعيل سيادة القانون وفصل السلطات وتحريك القضاء بصفة تلقائية، والحال أن الحكومة الإسبانية في ظل هذا الاختناق التي تعانيه حاولت الجذب الاتحاد الأوروبي للاستقواء، لأنها في لحظة ضعف لم تسبق لها مثيل، واعتبر بأن حتى حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها والذي طالما حاولوا إعطاء الأستاذية تعرف بشموليتها وبتكاملها، والحال أن المغرب لا يمكن أن يسقط في هذا الفخ، وإذا ما أراد الاتحاد الأوروبي وتم إدخال الاتحاد الأوروبي فاليوم أسئلة المغرب واضحة، هل إسبانيا حليف أم عدو؟ إذا كانت شراكة استراتيجية تربطنا وبين إسبانيا من المفروض طيب نحن ما زلنا نناقش مشروع
الملتمس. دكتور رشيد الأزرق، ما هي القوة السياسية أو أي تأثير لهذا المشروع إذا تمت الموافقة عليه على العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟ لا تأثير له باعتبارها تركيا، وإن السلطة التنفيذية في داخل الاتحاد الأوروبي وهي المفوضية التي لها قوة في مثل هذه القرارات. إذن هي إدانة معنوية فقط أستاذ رشيد الأزرق؟ إدانة رمزية، لأن الاتحاد، لأن إسبانيا، الحكومة الإسبانية من خلال فريقها الاشتراكي تحاول التملص على اعتبار أنها تعبر عن حالة تخبط الإسباني، الحكومة الإسبانية، والذي لم يسق مثيل، على اعتبار بأن طرح المغرب واضح وأسئلة المغرب واضحة، وإلى حدود الآن إسبانيا والحكومة الإسبانية عجزت عن الإجابة عن هذه الأسئلة، وعلى ضوء هذا وهي خائفة بالمناسبة من ردود الفعل المغرب، على اعتبار أن المغرب يملك العديد من الأوراق التي يمكن تحريكها. لأن طيب سنعود لاحقا إلى الحديث عن هذه الأوراق، قبل ذلك نشرك معنا الأستاذ زعتراوي، أهلا بك معنا. إذا كان البرلمان الأوروبي يناقش هذا الملتمس الذي يتعلق باختراق المغرب لحقوق الطفل وفيه مناقشات، إسبانيا خرقت قوانين الطفل، خرقت اتفاقية دابلن، أنت تعرف هذا أحسن مني، خرقت الاتفاق الدولي لحقوق الطفل فيما يتعلق بإعادة القاصرين والاهتمام بهم قبل عودتهم، من يحاسب كذلك إسبانيا على خرقها لقوانين القاصرين خاصة؟ فعلا أنا أشتغل في مؤسسات لرعاية الشباب، وفعلا هناك قاصرون يأتوننا من إسبانيا، لو كانوا وجدوا في إسبانيا ملاذا لهم لما أتوا إلى بلجيكا أو هولندا أو في فرنسا. هذا دليل بأن إسبانيا لا تحترم قوانين الطفل بما يدعي، فهي تتصدق وتدعي بأن تحترمه، فأرادت أن تخلق ضجة من حدث وقع دون الكشف عن حقيقة ما قامت به وراء هذه الضجة الإعلامية. فأنتم تعلمون طيب بأن الضجة وراء أن أستفيد من تجربتك أستاذ عتراوي، الحال أن هذا خرق قوانين الطفل وثقت بالصورة والصوت، هناك صور ممكن للمخرج أن يعطيها لنا، الصور التي وثقت لما حدث في إسبانيا، نلاحظ الجيش كيف يتعدى عناصره على هؤلاء الأطفال، ماذا عساكم تفعلون أنتم الذين تراقبون حقوق الطفل وهي منتهكة بهذه الصورة الموثقة بالصورة والصوت؟ ماذا تقول قوانين الاتحاد الأوروبي؟ قوانين ضد كل تصرف لا أخلاقي أو تصرف عنفي ضد القاصرين، القاصرون محميون هنا في أوروبا، ولكن أنا قد سمعت شهادات تلقائية من بعض المتضررين. لدينا في المراكز التي أشتغل بها قاصرون جلهم أتونا من إسبانيا، قاصرون سكون أبيل سي دي مينا سبديغ دي مينور نو أكومباني، يعني غير مرافقين، وما كيحكيو حكاو لنا بالصوت بشهادة ما يعانونه من القسوة ديال الإسبان. ولكن مع الأسف ماذا عسنا نحن أن نفعل ضد إسبانيا هنا؟ يجب على منظمات حقوقية أن تقدم شكاوي في الموضوع. إسبانيا تظل دولة أوروبية، فهي محمية داخل الاتحاد الأوروبي، هي تدعي بأنها تقوم بواجبها وتنسى بأن المغرب يقوم أكثر من واجبه. المغرب لم يقم بصد الهجرة فقط، بل استوعب تلك الهجرة، ونرى بأن قاصرين أفارقة قام المغرب بتأطيرهم وسمح بإدماجهم داخل التراب المغربي، فهو قام بما يستحق مشكورا عليه. ولكن ماذا عسانا نحن نفعل كموظفين في مؤسسات؟ يجب أن يتحرك الملف عبر رجال القضاء، عبر منظمات تعنى بشؤون القاصرين لتبليغ مآسيهم إلى السلطات المعنية بالاتحاد الأوروبي.
طيب اعود الاستاذ عبد العالي بروكي، لاحظنا وتابعنا في التقرير الاول كان لزميلتنا ايمان الهلالي وهي تتحدث عن ضغط مارسته اسبانيا من اجل التوصل الى توقيع اتفاق لاعاده المهاجرين. اذا في اسبانيا شيء، في نفس اسبانيا شيء من حتى، نريد ان نعرف هذا الحتى ماذا يحتوي. هو المغرب سبق الإسبان إلى في هذا الطريق، في هذا الاتجاه، فجلالة الملك حينما أعطى تعليماته لاسترجاع أو لإعادة قاصرين المغاربة المتواجدين في أوروبا وخاصة في إسبانيا وفرنسا، فهناك هذا قرار وبالتالي إجراء يناقض. أنا لا أتحدث، لا أتحدث عن المبادرة الملكية المتعلقة بإرجاع القاصرين غير المرفوقين. هناك ضغوط إسبانية وأوروبية اليوم من أجل التوقيع على اتفاقيات لإرجاع المهاجرين غير الشرعيين بصفة عامة، وهو ثقل لا يمكن للمغرب أن يتحمله. لذلك أنا أتحدث عن طبيعة الضغوطات التي تمارس على المغرب، ليتك تشرح لها، تشرح لنا أكثر فيما يتعلق في هذه النقطة. نعم، أنا أسير في هذا الاتجاه لأن المغرب وضح ما يمكنه القيام به، لأن دعوته لاسترجاع القاصرين المغاربة فهي إشارة منذ البداية وقبل أن يتم الضغط أو اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على هذه المسألة، فالمغرب مستعد لإرجاع قاصرين المغاربة. وبالتالي إن كانت الاتحاد الأوروبي أو إسبانيا في هذه الحالة تريد أن يسترجع المغرب جميع القاصرين أو جميع المهاجرين غير النظاميين المتواجدون بأوروبا أو الذين عبروا عبر المغرب، فهذا أمر نحن دائما نعلم أن المسألة هي مرتبطة بتكلفة جد باهظة. صحيح. أولا مراقبة الحدود أولا، فإذا نظرنا إلى المجهودات التي قام بها المغرب منذ العقد الثاني في الألفية الحالية، ومنذ هناك بعض الإحصائيات بين 2013 و 2019، فقد انخفض غير النظاميين الذين عبروا الحدود الى اكثر من النصف، وبالتالي فلا يمكن ان يتنكر الاتحاد الاوروبي لهذه المجهودات التي قام بها المغرب، خاصه وانه الى حدود ما قبل ازمه كورونا والى ما حدود قبل ما قبل كورونا، ف الأرقام تتحدث عن نفسها وتبرز الدور الذي قام به المغرب في هذا الاتجاه، وبالتالي فلا داعي لمحاولة الضغط عليه لأن الإسبان يعترفون بدورهم بذلك. فقبل سنة ونصف تقريبا كان سانشيز، بيدرو سانشيز داخل الاتحاد الأوروبي يترافع ويقول بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفي بتعهداته تجاه المغرب خاصة المادية منها، لأن الأمر مكلف جدا والمغرب لن يكون كما قال السيد وزير الشؤون الخارجية لن يقبل بأن يكون دركيا وأن يقوم بخدمة مقابلة بمقابل مادي، وبالتالي فيجب على الاتحاد الأوروبي وإسبانيا كذلك أن يعوا الدور الذي يقوم به المغرب في هذه المسألة، وبالتالي أنه يتحمل مسؤوليته وأنه لم يخل بتعهداته وبمسؤولياته خاصة في مسألة الهجرة، ونحن نعلم الدور الكبير أو البعد الأبعاد الكبيرة التي تكون التي تكتسيها مسألة الهجرة، البعد الأمني ومحاربة الإرهاب إلى غير ذلك، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالهجرة بل بمواضيع أخرى مرتبطة بهذه العملية أو بالهجرة الغير النظامية. طيب أعود مرة أخرى إلى دكتور رشيد لزرق. دكتور لزرق، ماذا تريد إسبانيا بالضبط من المغرب تضغط بهدف ما؟ ما هي مآربها؟ كما سبق وقلت لك بأن الحكومة الإسبانية تريد إسقاطنا في الفخ والحديث عن الهجرة، والحال أننا الآن إذا ما أردنا الحديث فهناك إخلال اتفاقية الشراكة بين دولة جار، هناك مغرب طلب أسئلة واضحة لم تستطع عليها الإجابة عليها الحكومة الإسبانية. خارج قضية إبراهيم غالي، هناك خلافات أخرى كذلك، وهناك مآخذ إسبانية ومطالب إسبانية، نريد أن نتعرف عليها منك.
إسبانيا تريد التعامل مع إسبانيا تريد في شموليتها العلاقة، لا يمكن أخذ ملف دون آخر. طيب. إسبانيا تريد التعامل مع المغرب بمنطقة الأستاذ والتلميذ، لم تهضم بعد بأن اليوم المغرب دولة إقليمية، ولهذا تحاول من خلال تجزيء الموضوع وجعله في الهجرة وهجرة القاصرين، والحال أن الموضوع أشمل، لأن الأزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا. الحكومة الإسبانية أخلت بشروط الشراكة وأخلت بشروط الجوار، لأن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا تفرض هناك طرفان، هذان الطرفان يدافعوا عن مصلحة الطرف الآخر. طيب دكتور رشيد الأزرق، في بلاغ رسمي نعم. لوزارة الخارجية قيل بصورة بينة إن المشكلة لم يبدأ بإبراهيم غالي، دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا، ولن ينتهي بخروجه. إذن هناك مشاكل متجذرة، هناك الكثير من الماء الآسن والراكد في العلاقات بين البلدين. ليتك تطلعنا أكثر على جوهر الخلاف لكي نفهم جميعا ما الذي أوصل الأمور إلى هذا التشنج وإلى هذا التصعيد الغير مسبوق في الحقيقة. الذي أوصل الأمور إلى هذا التشنج بداية من الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، فوجئنا بإسبانيا المفروض التي كانت أن تأخذ المبادرة، ومفروض بأن أكثر الدول التي تعلم بطبيعة النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية، هذا بدأ المشكل. والمشكل بأن إسبانيا غير واضحة، لأن المغرب الآن إذا كانت إسبانيا تتعامل مع المشكل الوحدة الترابية بهذا المعنى، هل تقبل بالتعامل بالمثل؟ اليوم المشكل الآن أن الحكومة الإسبانية لم تستطع أن تهضم أن المغرب بلد صار قوة إقليمية ينبغي التعامل معه بندية، وقد ولى زمن الاستعمار وقد ولى زمن المنطقة الاستعماري. لهذا فإن ما فعلته إسبانيا، ولو سمحت لي الأستاذة كريمة، قد عرى على الضعف التي تعاني منه الحكومة الإسبانية، والتي جعلت نظام سياسي بكامله محط أسئلة، لأن نظام سياسي الذي معروف بأنه نظام ديمقراطي وفصل السلطات كان معروف عن القضاء الإسباني جرأته، كان المفروض أن يتحرك بصفة تلقائية، لأن ما فعلته الآن هو تم تهريب متهم مجرم بجرائم ضد الإنسانية، وهذه الجرائم بالمناسبة هي جرائم دولية، وبالتالي بالإضافة إلى هذه الجريمة وإنكار العدالة داخل إسبانيا وعدم تحرك الأداء، فإن هناك جريمة أخرى على اعتبار بكون تواطؤ من السلطة أو في إسبانيا ومع 4 جنرالات، والمغرب أعطى هذا المبتغى ولا زال عنده، ويبدو أن ما زالت عنده العديد من الأوراق يمكن أن يرميها في الوقت المناسب. يعني فإن إسبانيا ما وقع من أزمة يجب أن لا ننجر إلى التسويق الإسباني وجعل القضية في النقاش فقط في الهجرة وفقط في حقوق الطفل والاتفاقية الدولية، لأن يجب إعادة طرح وإعادة الحوار مع إسبانيا ومع الاتحاد الأوروبي، الذي هل نحن حقا وضعنا المتقدم يجب هذا الوضع المتقدم، يجب الدفاع عن المغرب، لأن قوة المغرب هي من قوة هذا الحليف، والحال أن إسبانيا تحاول من خلال افتعال هذا المشكل أن ترجعنا إلى نقطة الصفر، وهذا الاسترجاع الذي يمكنها من ابتزاز المغرب، وقد ولى زمن، والدبلوماسية المغربية واضحة، وقد ولى زمن ابتزاز المغرب، وحال الأوان للتعامل بالندية. لهذا فأسئلة المغرب واضحة، هل إسبانيا بلد حليف أم بلد عدو؟ وعلى ضوء الأجوبة التي يجب لم تجب عليها الحكومة الإسبانية يكون ردة الفعل المغربي، وبالتالي فإن ما فعلته إسبانيا هي تخوف من ردود فعل المغرب ومحاولة الاستحماء بالاتحاد الأوروبي أكثر ما هي محاولة لإحراج المغرب، لأن الحكومة الإسبانية الآن تمر بحالة ضعف رهيبة، والمجتمع والرأي العام الإسباني والمجتمع الحقوقي الإسباني لا زال يتساءل ماذا وقع، ولا زالت هناك العديد من المغالطات
التي ساهم فيها الإعلام الإسباني والتي كشف لنا إن صح التعبير الوجه الآخر لإسبانيا، أو إسبانيا التي لا علاقة له بإسبانيا انتقال ديمقراطي، والتي كنا نقدمها نحن كأساتذة القانون الدستوري كنموذج من نماذج الانتقال الديمقراطي، وهذا هو المبتغى. إذن هل الحكومة الإسبانية بمقدورها الجلوس على الطاولة والوضوح؟ هل هي بلد صديق؟ إذا كانت بلد صديق وجار وحتمية التعاون يجب أن تكون واضحة مع المصالح الاستراتيجية للمغرب. هذا هو بيت القصيد. جزيلا لك. أرجع مرة أخرى إلى الأستاذ زعتراوي. ربما أستاذ زعتراوي نحن نتحدث في وسائل الإعلام عن ملف الهجرة ولا ندرك الثقل الحقيقي له، ليتك تحدثنا أكثر وأنت ابن الميدان عن صعوبة تدبير هذا الملف الشائك جدا بالنسبة إليكم أنتم في الميدان. نعم، وترجع لواحد الفكره كيقول واحد المثل الفرنسي، ان اغبر كي طوم في بوكو دو بروي كون فوري كي بوس. اسبانيا ارادت ان تخلق ضجه من هذا الحدث، رغم ان ما قام به المغرب في صمت اكبر بكثير مما قامت به اسبانيا في هذا الباب. فعلا ملف هجره الشباب وخاصه لي مينا لي نو اكومباني القاصرين لما ما كيكونوش مصحوبين بالاهل ديالهم، هي مشكله مطروحه حتى في البلاد التي تستقبل هذه الهجره. مثلا عندنا في بلجيكا وفي جهات والونيا على الخصوص شباب دون اوراق اقامه الى غير ذلك، ما كيوصلونا ما كيوصلوش للجهات ديالنا حنا حتى كيقوموا بواحد الحدث ما بجنحه معينه. نحن لا نهتم باي قاصر من كل من هب ودب، نحن لا نذهب لاستقبالهم في الشوارع او في الساحات العموميه. عندما يقومون بجنحة ما، عندما تلتقطهم الشرطه يسلمون الى قضاة الاحداث ويسلمونهم للمؤسسات العموميه لرعايه الشباب، ويتم تأطيرهم باناس خبيرون في الميدان من نفسانيون اجتماعيون مرشدون أساتذة إلى غير ذلك، وبطاقم إداري مختص. نحن نتعامل معهم كأبناء البلد رغم لا يتوفرون على أوراق إقامة، وبالتالي يبدأ الاتصال إذا كان القاصر أعطى هوية صادقة، إن جلهم لا يدلون بهويتهم الحقيقية. أحيانا حتى بالبلد الذي ينتمون إليه يدعي بأنه مغربي وليس بمغربي أو العكس صحيح. نحن لا نريد هذه التفاصيل أستاذ زعتراوي، ما نريده هو كم يكلف هذا من الأموال. أولا هو غلاف مالي كبير ويمثل ثقلا على ميزانية الدول، وثانيا يكلف ربما ترسانة قانونية كذلك، ويكلف موارد بشرية كبيرة جدا. لذلك أنا سألت أي ثقل لهذا الملف في التدبير اليومي للسياسات. في التدبير اليومي كل مراهق على حدة، سواء كان ابن البلد أو قاصر أتى بطريقة غير مشروعة، يكلف أكثر من 500 أورو في اليوم للمراهق. 500 أورو في اليوم للمراهق، لأنه يؤطر حسب الإحصائيات كل مراهق له 4 مؤطرين. لخدينا مثلا وحدة معينة بها 10 مراهقين يديرون 40 شخصا بمعدل 4 أشخاص. إذا درنا إذا قمنا بالبحث عن تكلفة هذه الإقامة فهي تكلف يوميا أكثر من 500 أورو حسب إحصائيات العشر سنين إلى الوراء، متنا أكثر تماما في اليوم. طيب. أريد إلى أن أعود إلى دكتور عبد العالي بروكي. استثناء الموانئ الإسبانية من عملية عبور المغاربة، كيف تقرأ هذا القرار؟ هي ردة فعل. فقرار هناك أصوات من داخل اليمين المتشدد الإسباني منذ أيام وهم يحثون الحكومة الإسبانية على إلغاء عملية عبور أولا، ثم كذلك يعني مسألة عبور المغاربة. أولا بالنسبة للإسبان أنفسهم، فنحن نعلم أننا في فترة
حجر صحي، ثم في فترة كورونا وما وتبعاتها. طيب وبالتالي فالإسبان هم في الحقيقة في حاجة ماسة حاليا، لأن نعلم أن مرحلة عبور ما يجنيه الإسبان من عملية عبور فهي أموال باهظة، طيب خصوصا اليوم حينما تصديقا نعم لقولك دكتور بروكي، صحيفة لاراثون تتحدث عن خسائر بمليار و150 مليون أورو، هذا نعم الغلاف نعم المالي ماذا يمثل في الميزانية الإسبانية؟ ها 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 نعم هذا ما أريد قوله، لأن الإسبان يعتمدون، السياحة الإسبانية هي في الحقيقة الحجم، المداخيل أو الواردات بالنسبة من السياحة، وعملية عبور كذلك تندرج في هذا الإطار، وما يجنيه الإسبان في هذه العملية. وكذلك مسألة بالأمس كذلك صرح رئيس حكومة أندلسية، جهة الأندلس، بأن حكومة الأندلس لا يمكنها دائما أن تؤدي ثمن الأخطاء التي ترتكبها الحكومة المركزية، في إشارة إلى علاقتها مع المغرب، وبالتالي خصوصا أنه في هذه الفترة كذلك حكومة الأندلس تجني أموالا طائلة من خلال العبور أو عبور المغاربة الذين يأتون من مختلف الدول الأوروبية ويعبرون عبر إسبانيا نحو سواء الخزيرات أو مناطق العبور الأخرى. يعني إذا فهذه خسارة كبيرة بالنسبة للإسبان. وفقط أريد إشارة أخرى إلى السؤال الذي طرحته على الأخ زيتراوي بخصوص تكلفة الهجرة مثلا، فقط إذا نظرنا إلى أرقام الحكومات الجهوية التي أرادت استقبال القاصرين، فحكومة جهة الأندلس مثلا حددت عدد القاصرين الذين تريد الاحتفاظ بهم واستقباله في 13، 13 قاصر من حكومة جهوية، وهذا يعكس التكاليف الباهظة لاستقبال هؤلاء القاصرين. وبالتالي أعود إلى الموضوع الآخر، فالخاسر هنا بطبيعة الحال هي إسبانيا، لأن ما تجنيه كما قلت من أموال في هذه العملية، وبالتالي فالخاسر الأكبر هي إسبانيا. والمغرب لديه حلول أخرى من حيث عبور المغاربة الوافدين من الدول الأوروبية نحو المغرب، هناك عدة حلول وبالتالي وعدة طرق، وبالتالي إسبانيا ستكون هي الخاسر الأكبر في هذه في عملية عبور أو في إلغاء عملية عبور. طيب أمر إلى الدكتور راشد الأزرق، أثرت نقطة هامة متعلقة بالأوراق التي يمكن أن يضغط بها المغرب، ماذا تقصد دكتور؟ بداية فإن ما فعله المغرب هو قرار سيادي، على اعتبار بأن حتى ردة فعل الحكومة الإسبانية بأن هذا القرار وتغيير عبور بدأت تتر بأنه قرار سيادي للدولة المغربية اتخذته، وهذا إن كان يدل على شيء فإن يدل بأن بيننا وبين إسبانيا صحيح هناك ما يمكن تسميته بالاعتماد المتبادل، وهذا الاعتماد المتبادل فإن اليوم حاجة إسبانيا للمغرب أكثر ما هي حاجة المغرب أكثر ما هي حالة المغرب لإسبانيا، وعليه لأن هذه الأوراق بالإضافة لأوراق العبور والأوراق الاقتصادية، فهناك المغرب يمكن تجميده الاتفاقيات الأمنية، يمكن تعليق العديد من الملفات، لهذا لا 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 مناص للحكومة الإسبانية إلا العودة لدائرة المفاوضات، ويكون المفاوضات على أساس أولا الإجابة على الأسئلة المغربية الواضحة في التي طرحتها الدبلوماسية المغربية بدون مناورة. ثانيا أن تكون حريصة على السيادة المغربية كما المغرب حريص على السيادة الإسبانية، لأن المغرب أرسل رسالة واضحة، اليوم المغرب قوة إقليمية لا يمكن تجاوزها، نوع شركائه الاقتصاديين، وبالتالي لن تكون اتفاقياتنا مع إسبانيا أو مع الاتحاد الأوروبي بمثابة عقود إذعان، لأن ما يتلقاه المغرب من إسبانيا في الهجرة هو جزء بسيط من الإمكانيات المادية التي تكون من خزينة الدولة. ثانيا بأن حتى الهجرة، لأن منطقة الشمال
هناك مسؤولية للدولة الإسبانية في تنمية هذه المنطقة باعتبار أن الاحتلال الإسباني لم يترك بناء تحتية لهذه المنطقة. إذن يجب الوضوح، الحكومة الإسبانية والعقلاء الإسبان بدأوا يتحركون في هذا المبتغى لأنهم يدركون بأن اليوم حاجة إسبانيا للمغرب أكثر ما هي حاجة إسبانيا. أما بخصوص داخل الاتحاد الأوروبي فهي مناسبة كذلك لقياس وزننا في الاتحاد الأوروبي، لأن هناك أصدقاء للمغرب وكون هناك عقلاء، وكذلك مقياس للدبلوماسية الموازية لبعض الأحزاب خاصة الأحزاب الاشتراكية داخل المغرب لمعرفة قدرة هذه الأحزاب في الدفاع عن قضايا الوطنية. إذن نحن أمام منعطف للوضوح للقول بأن المغرب اليوم أحبت حكومة إسبانيا أم لم تحب، لم يبقى تحت المزاج الحكومات وتداول الحكومات داخل إسبانيا. نريد اتفاق واضح بيننا كدولتان، دولة ترعى مصالح أخرى، والمغرب له العديد من الأوراق، هذه الأوراق التي تثير مخاوف الحكومة الإسبانية، ودليل على ذلك ما محاولتها للاستقواء بالاتحاد الأوروبي وبين هذا الصراخ وبين التضليل الإعلامي التي سقطت فيه إسبانيا والتي أعطت صورة عن نموذج الذي كان يعتبره كنا نعتبره نموذج الانتقال الديمقراطي وباعتبار حقوق الإنسان. إذن المغرب واضح، الحكومة الإسبانية مدعوة للإجابة عن الأسئلة الواضحة، ما موقفها من الوحدة الترابية؟ ما موقفها من التنمية في المغرب؟ هل هي دولة صديقة أم دولة عدوة؟ وبالتالي هذه الإجابات تحدد رد المغرب، لأن المغرب اليوم أقوى من ذي قبل. هذا الذي لا تريد هضمه إن صح التعبير الحكومة الإسبانية والفقراء والعقلية الإسبانية الاستعمارية. طيب أستاذ عتراوي، يهمنا أن نعرف ما مدى التنسيق بين الدول الأوروبية في ملف الهجرة، وبأي عين ينظر للمجهودات التي يبذلها المغرب؟ رأينا في اليومين ما حدث في سبتة، فربما هو مؤشر كذلك واضح تماما على الدور الذي لا يمكن إنكاره لا من طرف العدو ولا الصديق على التدبير الاستثنائي للمغرب لملف الهجرة. أوروبا لمساهمة المغرب فهي رؤية إيجابية بصفة عامة، رغم محاولة إسبانيا بتلطيخ سمعة المغرب في هذا الشأن. الكل يذكر بصفة إيجابية، حتى بعض المسؤولين الإسبانيين أنفسهم. سمعت استجوابا لوزير الدفاع الإسباني نفسه ورئيس المخابرات جهاز المخابرات الإسباني يثني الثناء الحسن على المغرب، ويصف المغرب بأنه جار حسن، رغم وبمجهوداته حاولوا منع عمليات شغب وعمليات إرهابية في إسبانيا. المغرب قام بمساعدتهم وقام بإشعارهم بعمليات كانت ستقع في إسبانيا. أبدا، نسمعك بتمعن، تفضل. باردون، جي بيردي ليماج، ما بقيتش كنشوف الصورة. نحن نسمعك بوضوح. تماما، شكرا، معذرة. تفضل. نعم، إذن هذا ما المحاولة، هذه مناورة واهية لإسبانيا، وهي إنكارا لجميل المغرب. وأوروبا طيب، هل هناك تنسيق شريك رئيسي؟ إلى أي مدى أوروبا على قلب رجل واحد فيما يتعلق بالتنسيق في جهودها لتدبير هذا الملف الصعب جدا؟ هناك تنسيق أوروبي فيما يخص الهجرة بصفة عامة، هناك تنسيق، وهذه حالة استثنائية اللي كنعيشها الآن بما حدث الآن في مع الجارة إسبانيا. هناك تنسيق فيما يخص الهجرة، ولم يصدر أي قرار سلبي من أوروبا تجاه المغرب في هذا الشأن. هذه بلبلة قامت بها الآن إسبانيا للإساءة إلى المغرب، لأن من وراء الحدث حجزات سياسية وقضية الوحدة الترابية خلف ستار ما يحدث الآن. نكون واضحين، إن هنا إسبانيا تريد الإساءة إلى المغرب وللتقليص من المجهودات الأوروبية لمساعدة المغرب
في نهاية ملفه الشائك المصطنع، واللي كنعرفوه جميع بأن إسبانيا مع الجزائر مع جارة السوء اللي عطانا الله الجارة ديال الجزائر، إذن هما كاملين يحاولون إساءة المغرب في جميع المستويات ويحاولون تلطيخ سمعته كلما سنحت لهم سمعة الفرصة ذلك. شكرا جزيلا لك. أعود مرة أخرى إلى الدكتور بروكي. قرأنا الدكتور بروكي أنه ستكون لأحداث ما جرى في سبتة وما قبلها فيما يتعلق باستقبال إبراهيم غالي في إسبانيا أثر كبير على أداء هذه الحكومة. هناك من تحدث عن تعديلات مرتقبة خاصة في وزارة الخارجية، هل هذا مؤشر ربما يدعونا لمتابعة المشهد السياسي في الأيام المقبلة، أم أنها ترى أنها فعلا سحابة صيف عابرة؟ وفي الحقيقة تعيين وزيرة الخارجية في الحكومة في حكومة بيدرو سانشيز كانت قد أثارت مجموعة من الانتقادات والتعليقات، على اعتبار أنها رغم أن تخصصها في علاقات مع الاتحاد الأوروبي أو وإنما هي شخصية تكنوقراطية وليست لها تجربة كبيرة في تدبير الشأن السياسي وخصوصا العلاقات الدبلوماسية في شأن دبلوماسي، وبالتالي فهناك كانت هناك انتقادات في أثناء تعيينها، والآن زادت هذه الانتقادات أكثر خاصة بعد عدم قدرتها وعدم معرفتها بتدبير ملفات أو ملف، خاصة هذا الملف الذي أثار المشاكل الثنائية بين المغرب وإسبانيا، لم تعرف كيف تدبره، وكانت خرجتها كان من الممكن أن تدلي مرتبكة. حتى الارتباك انتقل اليوم إلى الاتحاد الأوروبي حين، ولكن السيد بروكي لا يمكن لوزيرة الخارجية مع كل أدائها الذي لم يرقى للمستوى، مع كل الانتقادات التي وجهت لها خاصة وأنها وزيرة تكنوقراطية، ولكن لا يمكن أن تتحمل المسؤولية لوحدها. كان هناك تنسيق واضح وضوء أخضر حصلت عليه كذلك، لذلك هل من تأثير هذا على حكومة بيدرو سانشيز التي تتذكر معي كيف كان لها صعوبات كبيرة في الاستمرار في الحكم؟ حتى تأسيس أو صحيح. تكوين أو ائتلاف حكومة سانشيز كانت جد معقدة، لولا لأن كانت حكومة سانشيز حتى تتألف لأن ليست لديها أغلبية، وبالتالي لم تأتي من صناديق الاقتراع، بل جاءت من خلال توافقات ملتمس الرقابة، وبالتالي فهي ليس عليها إجماع وطني داخل إسبانيا. الآن المشكل الذي أثير مع المغرب زاد من انتقادات التي وجهت لهذه الحكومة، خاصة الأجهزة أو الوزارات المعنية مباشرة بهذه الأزمة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية. فإن رأينا مثلا في تعليق الذي في التقرير الذي قدمتموه، نجد أن من حضر لتدبير الحشود المهاجرين الذين دخلوا سبتة المحتلة كانوا من الجيش الإسباني، وبالتالي لا وجود للحرس المدني الإسباني هناك، بل الجيش الإسباني هو الذي دبر هذه المسألة، وهذا أمر خطير، لأن هذه استجابة أولا لوزيرة الدفاع التي اعتبرت بأن المسألة تهديد للتراب للوحدة الترابية الإسبانية، وكذلك نزولا عند رغبة المطالب حزب فوكس اليميني المتطرف الذي وكان اتفق مع بشكل أو بآخر وافق موقفه موقف الحكومة المركزية ووزارة الدفاع التي اعتبر كذلك بأن هذه المسألة تهديد للوحدة الوطنية الإسبانية، تهديد للحدود الترابية، وبالتالي فوجود الجيش هناك مؤشر غير إيجابي، وكان من ممكن تدبير هذه الأمور بشكل آخر. إذا هنا المغرب يثبت مرة أخرى بأن العملية التي يقوم بها في مراقبة الحدود مع إسبانيا في سبتة المحتلة
أمر ليس بالهين، وبالتالي فيجب أن يأخذوا الدرس من هذا المشكلة ومن هذا الحادث الذي نعتبره نحن عربيا، لأن المغرب فسر الإطار والسياق الذي جاءت فيه هذه الانسلالات المهاجرين إلى سبتة المحتلة، وبالتالي يجب على الاتحاد الأوروبي، وهو ما طلبت به اليوم في الملتمس، ما طلبت به النائبة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي كانت متناقضة كذلك، فهي من جهة تحث الاتحاد الأوروبي حتى يتخذ أن يكون موقفه واضحا وثابتا مع المغرب، وبالتالي كذلك اعتبرت المغرب شريكا استراتيجيا يجب التعامل معه وأن يتم التعامل معه في إطار الاحترام المتبادل. يعني كان هناك التناقض التي عاشته الحكومة الإسبانية انتقل إلى داخل الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي من خلال النواب الاشتراكيين بهذا البرلمان. طيب دكتور راشد إذا أختم معكم، إلى أين تسير الأمور في المقبل من الأيام؟ أولا أحبذ أن أعبر عن فخري والاعتزاز إذا ما قارن هذا المشكل والأزمة الآن مع إسبانيا بالأزمات التي عرفناها مع إسبانيا، والتي أعطتنا كأساتذة وكمتتبعين بأن المغرب نتعامل بالفخر. أولا أين تتجه الأزمة؟ الأزمة تتجه إلى ضرورة وضوح هؤلاء الدول وخاصة إسبانيا من مواقفها تجاه المغرب، وينبغي عدم الوقوع في فخ التي تحاول الحكومة الإسبانية التي قامت بتصدير هذا المشكل للبرلمان الأوروبي رغبة منها لكسب الوقت وللحصول على دعم سياسي، نظرا لأن هذا المشكل أضعفها، لأن عقلاء إسبانيا يدركون حاجتهم للمغرب. الآن المغرب واضح يطلب بالإجابة عن أسئلة، وعلى ضوء تلك الأسئلة نحدد موقفنا في نوعية العلاقة التي تكون مع إسبانيا. إذا كان عقلاء إسبانيا يسيرون ويدعمون ويتجهون إلى الدفع إلى القول بأن المغرب شريك استراتيجي لعلمهم بمدى حاجتهم للمغرب، ولعلمهم كذلك وزيرة الخارجية التكنوقراط لأنها لا تعلم ووقعت ضحية لعدم علمها بطبيعة المغرب. الآن المغرب واضح على ذوق الإجابات التي لا زال المغرب ينتظرها. هذه الإجابات التي تكون في جميع الملفات نضعها على الطاولة، وعلى ضوء هذه إجابة إسبانيا نحددها وعنوانها الواضح: إسبانيا تحدد موقفها. إذا كانت إسبانيا بلد حليف فيجب أن تتعامل مع مصالح المغرب الاستراتيجية بمنطق الحليف. إذا كانت إسبانيا بلد اختارت العداء للمغرب فهل تتحمل التعامل بالمثل بين المغرب وبينها؟ إذن المغرب واضح، والكرة الآن هي الكرة داخل الحكومة الإسبانية، وننتظر الآن نحن كمغاربة دولة وشعبا موقف الحكومة الإسبانية، وعلى ضوئها تكون الردود وردود المغرب. وإلى حدود الآن فنحن إذا كان من سؤال واضح هل انتصر المغرب أم القضية أم انهزم، حقيقة أن المغرب انتصر. إذا نظرنا تعامل الحكومة الإسبانية وإحراج الحكومة الإسبانية أمام الرأي الوطني الداخلي وأمام الرأي الدولي بقضايا حقوق الإنسان، بقضايا فصل السلط، بقضايا التعامل بينها وبين حلفائها وبين جيرانها، وهذا كل والمغرب تعامل وحيداً، بقي وحيدا بينه وبين إسبانيا وبين دول التكتل الأوروبي، في وقت تضربنا الجزائر في الدار، في الوقت ندين كل الإدانة لطبيعة المغاربية. نعم المغرب يقول في هذه المعركة الدبلوماسية التي هي معركة عزة أننا قادرون كدولة إقليمية كدولة صاعدة إلى الحصول على العزة والتعامل بالمثل، التعامل بقوتنا الذاتية، بقوتنا. شكرا جزيلا لك. متطلع متشبت بقضايا بكل قضايا. الدكتور رشيد لزرق، الأستاذ محمد زعتراوي، والدكتور عبد العالي بروكي، شكرا جزيلا لكم على كل ما تفضلتم به. شكر موصول كذلك لمشاهدينا على حسن المتابعة. نلقاكم بخير بإذن الله.